حياتك الفنية سنة كام؟ حياتي الفنية منقسمة نصين، يعني النص الأولاني 59 اتخرجت من المعهد، النص الثاني. هو واحد من عمالقة الشاشة، فنان قدير صنع منذ ظهوره الأول اسما بين الكبار. هو الوطني العروبي الرصين الملتزم بالإنسان والفلاحين والمقهورين. أكسب ثقة الجمهور. عزة العليلي واحد من الفنانين الذين لم يكتفي بالموهبة والثقافة الفطرية والدراسة الأكاديمية، إنما أضاف إلى ذلك جوانب إنسانية، فكان واحدا من الذين اختاروا طريق الصدق والالتزام. أنا القانون. رحل أنيق السينما المصرية عزة العليلي عن عالمنا بعمر ناهز 86 عاما، بعد رحلة عظيمة من العطاء الفني والثقافي والفكري، وصنفت أفلامه ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، متسما في معظم أدواره بالرزانة، حتى منحه النقاد لقب وقور للدراما المصرية. وكانت ملامح وجهه تختصر معنى الأرض والإنسان في مصر. إنه العلايلي احتل قلوب المشاهدين، فمن ينسى شوشة في السقامات أو عبد الهادي في الأرض أو العقيد راضي في الطريق إلى إيلات وغيرها مما رسخ في الذاكرة. اتعرف عليه ابنك. عزة العليلي أحد القليلين الذين لم يتولعوا بدور البطل الأول، بل كان يرى البطولة في مستوى الإبداع مهما يكن الدور صغيراً. له مواقف قومية ووطنية وإنسانية، ولاسيما أنه ناصر القضية الفلسطينية والطبقات الفقيرة والزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر. لحد ما جه عبد الناصر الله يرحمه وقال لا الرحمة حلوة يا أولاد. وظل العليلي على هذه المواقف حتى الرمق الأخير، وكانت آخر رسائله فلسطين فلسطين فلسطين. تعرفت على كثير من الجوانب السياسية والاجتماعية لهذا الشعب العظيم جدا جدا، فتحياتي وإعجابي وتقديري لكل هذا الشعب العظيم.